زي ما قلنا اليوم بدنا ناخد موديول 2. موديول 2 بتكلم عن ثلاث مواضيع. الموضوع الاول بتكلم عن كونفيجر ايسكازي ستوري، والموضوع الثاني بتكلم عن الكونفيجريشن للبرانش كاش، والثالث بتكلم عن الاوبتمايزنج ستورج يوزج. هذا اخذناه ليش؟ لانه لو مشينا هون الاسكازي اوكي بدنا نشرحه بالكامل، بعدين نوصل للدرس الثاني الليسن 2 بتكلم عن البرانش كاش، بينما الدرس الثالث والاخير اللي هو الاوبتمايز للستورج بتكلم انتوا لحالكم قولوا لي اخذناه ولا لا. وات از فايل سيرفر ريسورس مانجر اخذنا، ايش الكلاسيفيكيشن اخذنا، ايش الكلاسيفيكيشن رول اللي بتطبق للكلاسيفيكيشن، كونفيجر بده يعني اطبق كونفيجر فايل كلاسيفيكيشن طبقناه. بعدها بيقول لي برضه كونفيجر داتا ديبليكيشن، الداتا ديبليكيشن اخذناها سابقا ولا ما اخذناهاش؟ مش نزلنا الرول تبعتها وشرحنا انه كيف بيمسح الملفات المتكرره وكذا. ففعليا لسن 3 هو التاخد، يعني احنا مخلصين. فمعناته قلنا اول جزئين بس بهذا الموديول اللي هو موضوع الايس كازي وموضوع البرانش كاش. بدايه انا راح اجي على السيرفرات اللي عندي، انا شغلت 3 سيرفرات تمام. السيرفر الاول شغلته انا سميته اللي هو الدومين كنترولر تبعنا، بدي اشغل الدومين كنترولر. ثاني شغله بدي اعملها بدي امسك هدول الجهازين وافترض انه هدول الجهازين هما فايل سيرفر. ايش افترض انه هما ايش؟ فايل سيرفر. كنا زمان اتعرفنا يا شباب على انواع الاستورج، فكنا حكينا انه انا عندي 3 انواع من الاستورج. النوع الاول مين ذكرني فيه؟ الدايركت اتاشد ستورج. ايش كان الدايركت اتاشد ستورج؟ ايش هو كان الدايركت اتاش ستوريج؟ اللي هو عباره عن الهارد ديسكات الفيزيكال الموجوده داخل الكيس. النوع الثاني كان هو مين؟ النوع الثاني هو الناس. النتورك اتاش ستوريج اللي هي ايش كانت فكرتها؟ والنوع الثالث السال صح؟ طيب خلينا نشوف ايش هي الداس. مش الداس، الناس. لو اجيت انا هون على جوجل يا شباب وقلت له هون مثلا في جوجل، قلت له في جوجل ورجيني ناس ستورج بدون كلمة شرح هاي ناس ستورج، وجل قلت له ورجيني صور إلها. هذا شكل الناس ستورج، هي عبارة عن جهاز زي ما انتم شايفين راكب عليه مجموعة من الهاردسكات. هاي جهاز راكب عليه مجموعة من الهاردسكات. هذا الجهاز بكل أشكاله، في أكثر من شكل، له أكثر من شركة بتصنعه تمام. جهاز راكب عليه مجموعة من الهاردسكات. هذا الجهاز هو متصل عبر الشبكة عن طريق النتورك، يعني هو هذا الجهاز نفسه له إنترنت من وراء رابط على سويتش، وبالتالي متصل بكل السيرفرات والأجهزة اللي موجودة عندي تمام. عملية الكونفيجريشن له نفسه، هو له كونفيجريشن بنعمل عليه نفسه، وبالتالي الكل بوصل للستورج الموجودة هون للداتا الموجودة اللي حتنعمل على هاي الهاردسكات من خلال النتورك تمام. وضحت؟ النوع الثالث السان ستورج شو فكرته؟
السان ستورج لو اجيت هون اقول له ورجيني السان ستورج، فراح اجي هون اقول له طبعا اسمه نتورك اتاشد ستورج. تمام، لو اجيت هون قلت له ورجيني باك، قلت له ورجيني السان ستورج وقلت له ورجيني صور، راح الاقي انه انا عندي عباره عن اجهزه كبيره هسه بنشوفه. يعني لو ناخذ هذا كمثال مثلا، عباره عن جهاز زي ما انتم شايفين، كل اللي انتم شايفينهم هدول عباره عن ايش؟ هارد سكات. يعني واحد زي السان ستورج هذا اللي اخترع عنه عن 20,000 على عدد الهارد سكات هاي اللي عليه طبقتين، واذا حسب حجم الهارد ديسك كم تيرا او كم جيجا وكذا، فهذا بوصل حقه بالاداء. بس ايش فكره السان ستورج؟ السان ستورج فكرته انه انا عندي هاي السان ستورج مليانه كلها هارد سكات زي ما انتم شايفين، تمام؟ هي متصله على سويتش من نوع ايش؟ فايبر، والكيبل اللي طالع منها هو عباره عن ايش؟ فايبر. عن فايبر. الفايبر هون متصل على مجموعه من السيرفرات برضه متصله بالسويتش هذا عن طريق ايش برضه؟ عن طريق فايبر. كروت النتورك الموجوده على السيرفرات هي ايش برضه؟ طبعا فايبر. يعني بركب على السيرفرات كروت فايبر. طبعا، ولا ايش بدي استفيد منها؟ لازم اركب كروت فايبر ومن ثم اتصل بالداتا اللي هون كله فايبر، يعني اسرع مما انها تكون اتاش. وهذا الفكره لانه الفايبر بوصل الى سرعه 3000 ميجا بالثانيه واكثر كمان حسب نوع الفايبر. درس اليوم بيتكلم عن شيء اسمه الايس كازين. طيب ايش الايس كازين ما بينهم؟ ايش هو؟ الابلكيشن ده ستور. انت قصدك على هاي؟ عندي انا شغال في الشغل عندي انسان ستوريج، كل سيرفراتي مربوطه عليها، مثلا الاوراكل الداتا بيز اي شيء بعمل فولدرات هون وكل السيرفرات تشوفها يعني كستورج. بس هون انا بدي السرعه، بدي الاداء العالي. لانه ما بديش انا على عدد الموظفين اللي عندي او الطلاب اللي بوصل عددهم ل 7000 واحد، لما كل واحد يدخل على فولدر يقعد تلف معاه قبل ما يفتح له الفولدر. بدي افتح فولدر طقه يكون فاتح الفولدر عندي. سرعه اللي انا بهدف له. هذا بيفرق ما بين الناس والداس، السرعات اللي اخذناها زمان ادفانتج من ادفانتج. تمام؟ لا طبعا اكسترنال هي بالنسبه له. بس زي ما اتفقنا انه اليوم احنا نتعرف على درس جديد اللي هو اسمه الايس كازي. والايس كازي اختصار لايش يا شباب؟ الايس كازي اختصار لانترنت سمول كمبيوتر سيستم انترفيس. الايس كازي انترنت سمول كمبيوتر سيستم انترفيس. فكرة السان يا شباب هي نفس فكرة الايس كازي، قصدي هي نفس فكرة السان تقريبا. يعني مايكروسوفت لما حبت تخترع لي ما يسمى بالسان بس بالسوفت وير، اخترعت لي ما يسمى بالايش؟ بالايس كازي. ايش الفكرة فيها؟ الايس كازي باختصار شديد في عندي انا بيكون ما يسمى بالتارجت، في عندي ما يسمى بايش؟ بالتارجت. هذا التارجت انا ببني عليه مجموعه من الهارد سكات الفيرتشوال، تمام؟ هذا ايش بنسميه؟ تارجت. وهو اللي بيكون عباره عن السيرفر تبع الايس كازي، هو عباره عن سيرفر ايش؟ الايس كازي. كل الكلاينت اللي هون الموجودين هون سواء كمبيوترات او سيرفرات، نعتبرهم سيرفرات عشان نقول كلاينت، نقول كسيرفرات، هذول بنسميهم الانيشيتر. ايش بنسميهم؟ الانيشيتر. الانيشيتر هذول هم عباره عن سيرفرات
انا بدي السيرفرات هاي الداتا تبعتها زي السان ستورج تكون متصله عبر سويتش، متصله في مين؟ في هاي التارجت. زي كيف السان ممكن يكون عندي اكثر من سيرفر متصل بتارجت واحده، ممكن يكون السيرفر الواحد متصل باكثر من تارجت، يعني اكون عامل اكثر من كل مجموعه من الهاردسكات حاططهم بتارجت، تمام؟ فممكن كلهم اكون عاملهم تارجت واحده وعامل جوال التارجت واحده اكثر من هاردسك، فهذا يكون شايف الثلاث هاردسكات، وممكن اعمل اكثر من تارجت وكل واحده احط فيها هاردسكين مثلا، فيكون هذا شايف تارجت الاولى وشايف التارجت الثانيه كمان. لكن وين الميزه في الموضوع؟ الميزه في موضوع السؤال اللي ساله فات، انه هل الستورج هاي بتنشاف عند الكلاينت هي كانها لوكال عنده ولا كانها موجوده برا الاكسترنال؟ بالايس كازي هو بيشوفها كانترنال عنده. وصل الصوره؟ طيب عشان نطبق هذا الكلام، قال لك عشان نطبق هذا الكلام اول شيء بتقول لك مايكروسوفت انه لازم الانترفيس اللي موجود هون على السيرفرات الانشيتر وعلى التارجت نفسه لازم كلها تدعم ال1 جيج. سيرفرات ايش يعني؟ كارت النتورك الان اي سي يدعم ايش؟ 1 جيج. الانترنت يكون 1 جيج، تمام؟ الشغله الثانيه انه لازم يدعم بروتوكول التي سي بي اي بي، يعني قصده كل نتورك تدعم بروتوكول التي سي بي اي بي، لانه هو راح يشتغل على بورت 3260 3260. بس تعالوا نطبق الموضوع. ليش تستخدم الايس كازي؟ نفس فكره السان ستوري فاهم. بس بدل ما مايكروسوفت يقول لك روح اشتري سان ب 10000 دينار، انا حاعمل لك سان سوفت وير. بس لازم يكون السيرفر اللي عندك اوفر. مش اوفر. اوفر من اي ناحيه؟ لانه مواصفات عاليه ولا شيء، عادي سيرفر مواصفاته عاديه زي اي سيرفر، اللهم راكب عليه مجموعه هارد ديسكات مقسموها وبس، اللهم يدعم 1 جيجا ايثر. والسلام عليكم. وضحت؟ يعني هو الزياده بيكون بالسيرفر انه بس راكب عليه هارد ديسكات. هارد ديسكات طبعا مليان عليه هارد ديسكات، زي كيف شفنا الناس كلها هارد ديسكات او السان متعبيه هارد ديسكات، وما بتلعب دائما بالهارد ديسك الاول اللي هو مين؟ اللي هو اللي عليه الاوبريتنج سيستم، وانه يكون دائما كروت نتورك عليه تدعم ال1 جيجا. بس هذا كل متطلبات. طبعا لازم تكون عليه هذا السيرفر نسخه سيرفر عشان تقدر تفعل الرول تبعته اللي هي الايس كازي. يعني هسه لازم يكون عندي سان او لازم يكون عندي ستوريج. لازم يكون، مش شرط. يعني ممكن انت تعمل الفايل سيرفر كله يخزن وين؟ على السيرفر نفسه. في السيرفر نفسه. هلا هو عشان تفهموا شغله، هو احنا متى فعلا بنحتاج السان ستوريج او بنحتاج الايس كازي او هاي الامور؟ هو الهدف منها الرئيسي تحقيق ما يسمى بالهاي افيلابيلتي، الكلاسترنج. مش اخذنا شيء اسمه كلاستر في الدي اتش سي بي؟ يوم ما تعلمنا الكلاستر في الدي اتش سي بي قلنا الكلاستر عندنا ثلاث انواع، يا اما الكلاستر العادي اللي هو انه يكون عندي داتا بيز واحده للدي اتش سي بي وعندي سيرفرين دي اتش سي بي بيخدموا الناس، لو واحد سقط عادي. ليه؟ لانه اصلا الداتا تبعته والداتا هذه وين موجوده؟ في مكان واحد، صح؟ في مكان واحد. فهو فعليا الهدف من عمل الاي اس كازي او الـ 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 يعني السان ستورج او كذا، هو فعلا الهدف الرئيسي هو ستورج، بس انا بشوف انه برضه من استخداماتها تحقيق ما يسمى بالهاي افيلابيلتي، لانه لازم تكون الداتا تخزن في مكان واحد والسيرفرات تخدمني كلها، لو واحد منها سقط الداتا مش متاثره لانه الداتا مش موجوده جواته. الهدف برضه من عمل الستورج هو الحمايه. ليش؟ هلا انت مين احسن، تجيب سيرفرات ويكون سيرفرك هو الفايل سيرفر اللي بيخدم الناس والداتا عليه، ولا تكون الداتا موجوده في ستورج خاصه زي السان؟ ليه؟ لا، ما هو اذا انت بتعرف انه الستورج هاي
انت بتقدر تطبق عليها الريد 5 وتطبق عليها الميرور لانها مجموعه ضخمه من الهارد ديسكات، هي بتشتغلها كلها، بتعمل لك اياها بالسيتنج تبعتها وبتظبط لك وبتحمي لك الداتا افضل ما تكون على هارد ديسك موجود على سيرفر. وصلت الصوره كيف؟ اصلا السيرفرات دائما اللي بتيجي بليد ولا بليد هي ما بكونش عليها الا هارد ديسكين عليه 140 جيجا او 140 جيجا، لانه هو عارف انك انت عندك سان ستورج راح تتعامل معها وتخزن كل شيء فيها مش على السيرفر نفسه. تمام؟ تعال ناخذ الفكره من الموضوع، شوفوا معي انا كيف بدي اطبق الموضوع. بدايه بدي افرض انه انا عندي سيرفرين. السيرفرين هذول اللي عندي نمسح اللوح، هذول السيرفرين بدي اعتبر انهم هم ايش؟ افتح. بدي اعتبر انه هذول السيرفرين هم انا الداتا اللي عليهم بدي اياها تكون مخزنه في ايش؟ في مكان واحد، تكون مخزنه وين؟ في مكان واحد. يعني الداتا تبعت هذا والداتا تبعت هذا يكونوا ايش؟ وحده، والداتا تبعتهم مخزنه على الاي اس كازي، لو سقط واحد منهم ما فيش مشكله الثاني شغال والداتا موجوده. اوكي تمام. ولو ما بدي اتبع هذا الكلام اللي انا عم بعمله كهاي افيلابيلتي، لا انا عادي ممكن اعمله كسيرفر واحد والداتا تبعته بدل ما تكون عليه تكون موجوده وين؟ بالايس كاز. اوكي شوفوا كيف معي الموضوع. بدايه عشان اطبق الايس كازي المفروض اني اجي اول شيء على سيرفر اللي انا بدي اخلي الداتا تبعته تكون موجوده، مش عليه تكون موجوده على الايس كاز. راح اجي على تولز، ومن جوات تولز راح الاقي انه في عندي ما يسمى بالايس كاز ايش؟ انيشيتر. واحنا اتفقنا الانيشيتر هو السيرفر نفسه مش التارجت، السيرفر تبع الايس كاز هذاك بنسميه التارجت. فانا راح اجي اقول له بدي اعمل انيبل للانيشيتر واقول له يس. اقول لكم اليوم انا مش حورجيكم اياها على سيرفرين، انا حورجيكم انه سيرفر واحد وبدي الداتا تبعته تكون على سيرفر الايس كازي، ويوم ما ناخذ في الموديولات اللي بعد لما نوصل عند الكلاستر بورجيكم ايش فائده انه اعمل سيرفرين هاي افيلابيلتي على الايس كازي واحده، يعني حنشرح هاي وحنشرح هاي. اليوم اعتبروها عادي انه انا عندي سيرفر، هذا سيرفر فيش عليه هارد ديسكات عاليه صغير حجمها تمام، وعندي انا ايس كازي ستورج بدي اخزن الداتا تبعته عليها. اوكي تمام. راح اجي اقول له انا بدي اطبق الايس كازي انيشيتر، اجى قال لي يعني انت بدك تشغل هاي السيرفيس بالمسج اللي طلع، قلت له يس، قام شغل لي هاي الوزر. اللي بدي اجي اعمله هون اني انا بدي اجي اقول له انه انا هون بالديسكفر بدي اقول له بدي اعمل ديسكفر بورتال، بيقول لي اعطيني الاي بي او الدي ان اس لمين؟ لسيرفر الايس كازي. فالمفروض انا اقول له سيرفر الايس كازي تبعنا، بس دقيقه والله احنا ما ظبطناش السيرفرات صح. طيب اقول له اول شيء هذا السيرفر بدي اجي عليه اقول له انت الاي بي تبعك 192.168.0.2 والدي ان اس تبعك 192.168.0.1 واقول له اوكي تمام. واجي هون اول شغله هون بدي اعملها بدي اضيف هارد ديسك اضافي، اقول له اد ما فيش عليه غير هارد ديسك واحد، اقول له 100 جيجا مثلا، نكست فينيش اوكي. وهذا ممكن اخليه يكون جوين في الدومين مثلا كسيرفر، اقول له بدي اعمل جوين في الدومين واسمك الهيد كوارتر واقول له iu.com. هسه هذا عشان المحاضره اللي بعد، عشان الدرس اللي بعده يعني مش عشان هذا، بس هيك اسم نقول له iu
اوكي خليه يعمل ريستارت. حاجه هون زي ما قلنا عملنا جوينت. اوكي خليه يعمل ريستارت في المره. خليني اضبط هذا السيرفر كمان، اقول له الاي بي ادرس له. مية وتسعين ثمانية وستين زيرو واحد. نقول له اوكي كلوز. نقول له ظبط له السويتش 10. تمام هذاك اشتغل. راح ارجع اشغل هذا السيرفر واقول له اشتغل بالاي يو ادمنستريتور. قلنا بداية أنا طبعا ممكن أبلش بناء الايس كازي من السيرفر نفسه اللي هو التارجت، لكن أنا إلي هدف إني أجي أبلش الايس كازي من السيرفر انيشيتر. إيش السبب؟ إنه لما يجي يتعرف التارجت على الانيشيتر ممكن يتعرف عليه بأكثر من طريقة، واحدة منهم اسمها الاي كيو ان. اي كيو ان هي اختصار لإيش الاي كيو ان؟ اختصار ل ISCSI qualified name. ISCSI qualified name هو عبارة عن رقم. فأنا جيت هون قلت له بدي أشغل ISCSI initiator، بعدين قلت له هون قلت له بدي إياك تشبك مع 192.168.0.1 وقلت له أوكي. طبعا حيعطيني إيرور إنه ما فيش كونكشن، أقول له خلاص ماشي هسه مش فارقة عندي. تمام؟ ارجع هون مرة تانية، اصلا اللي بدي اياه انا طلعته، يعني اللي انا عملته هون انه بدي اياه كان يطلع لي رقم ايش؟ الاي كيو ان، هاي طلع لي رقم الاي كيو ان لهذا الجهاز، هذا اللي كنت بهدف له، تمام؟ لما اجي هون على السيرفر هذا الرئيسي، أول شغلة بدي أعملها إني بدي أعرف الهارد ديسك اللي أنا ركبته. لانه دائما شغلي بيكون على الهارد ديسكات اللي غير الهارد ديسك مين السيستم. فراح اجي هون اقول له هذا الهارد ديسك اللي حنسميه بارتيشن الاي هو اللي انا بدي اشتغل عليه. فبكل بساطه انا عشان اعمل هذا السيرفر تارجت ايس كازي، ولاحظ ان انا عنده على نفس الدومين كنترولر هو الاصل انه يكون مش
الدومين كنترولر المفروض يكون سيرفر ممبر في الدومين وعليه مجموعة من الهاردسكات. التارجت سيرفر عليه مجموعة من الهاردسكات ممبر في الدومين. اما انه انا اعمل على الدومين كنترولر طبعا مش صح، بس انا هون عشان اختصر عدد الاجهزة فاجي اقول له اد رول نيكست نيكست نيكست، راح اجي عند الفايل اند ستورج اللي صرنا فترة نتعامل معها، راح الاقي انه جواها في عندي احنا اخذنا دي اف اس ودي اف اس ابلكيشن ونيم سبيس والداتا ابلكيشن، ان شاء الله بنلحق ناخذ البرانش كاش، واخذنا الفايل سيرفر ريسورس مانجر. من ضمن الشغلات عندي الاي سكازي تارجت سيرفر، شايفينها؟ فراح اجي اقول له انا بدي اشغل هذا السيرفر، تنزل عليه الرول تبعت التارجت سيرفر، نيكست نيكست، واقول له اعمل لي ريستارت لو حبيت وانستو. كلوز. لو اجيت عند فايل اند ستورج ما راح تظهر عندي من هون، بلاحظ انه في عندي ما يسمى بالايش؟ بالايس كازي. بالاول لو كنت اجيت عليها وقلت له اكبس هيك كان قال لي روح نزل الرول، تمام؟ بعد ما انزل الرول بقول له يلا كرييت ايس كازي فيرتشوال ديسك، اقول له ستار طلع لي هاي الويزر. اول سؤال سالني اياه قال لي انت الايس كازي على مين بدك تعمله؟ على اي هارد ديسك من هدول الاثنين؟ اكيد انا بدي اعمله على مين؟ على الاي، تمام؟ ممكن يكون ادله على باث معين لفولدر معين موجود، ادله عليه كبات وين موجود. اما انا وين حقول له بدي اعمله؟ مش سوري مش على فولدر معين، اكون انا مثلا عندي فيرتشوال ديسك من الاول اشر عليه، تمام؟ انا اقول له بدي ابني الفيرتشوال ديسك تبعي الستورج، وين بدي ابنيها؟ اللوكيشن تبعتها على الاي. اقول له نيكست. قال لي طيب ممكن سبيسيفاي ايس كازي فيرتشوال ديسك نيم، ممكن تعطيني اسم الديسك اللي بدك تعمله؟ احنا قلنا الايس كازي بتتعامل مع فيرتشوال ديسك، تمام؟ فراح اقول له والله اسم الديسك تبعي بدي اسميه ديسك، اقول له بدي اسميه ديسك 1 واقول له نيكست. قال لي طيب اعمل حسابك انه ديسك 1 هذا راح يكون دوت في اتش دي فيرتشوال هارد ديسك، وهو حيكون بالامتداد الفلاني جوات الاي جوات اي اس كازي فيرتشوال ديسك اسمه ديسك 1. اقول له ماشي نيكست. قال لي قديش بدك حجمه لهذا الهارد ديسك الفيرتشوال اللي عم تعمله؟ اقول له يا سيدي هو انت عندك كم جيجا؟ 100، اعطيني 23 جيجا منه، وممكن اختار الحجم زي ما بدي بالميجا بالجيجا بالتيرا، تمام؟ بيقول لي طب هذه ال 20 جيجا او الفيرتشوال هارد ديسك اللي انت عم تعمله بدك اياه فيكسد سايز، يعني خلص نحجز لك ال 20 جيجا للهارد ديسك الفيرتشوال من الاي اللي حجمها 100، مش الاي البارتيشن اللي عم بشتغل عليه هو بارتيشن الاي، تمام؟ ولا بدك اياه يكون دايناميك اكسبندنج؟ ايش يعني يزيد ينقص؟ يعني كل فتره زي ما انا بدي اقدر اعمل له اكستند اوسع كذا، او ما يحجز ال20 كل مره يوسع معي لل20 بس كل مره ما ياخذهم قطعه واحده ال20 شوي شوي خليها دايناميك. طب ايش الديفرنسنج؟ الديفرنسنج بيعتمد على شيء اسمه البيرنت والتشايلد ريليشن شيب. شو يعني؟ يعني انت اصلا عندك فيرتشوال ديسك بدك تعمل منه فيرتشوال ديسك بيرنت وتشايلد منه، بس انا بشوفها كلام يعني اذا راح البيرنت راحوا كل التشايلد، واذا راح التشايلد يعني قصه، فخلينا على الشغل الطبيعي يا الفيكست يا ايش يا الدايناميك. اقول له نيكست. بيقول لي طيب ممكن تقول لي assign is كازي target هذا الفيرتشوال ديسك اللي انت عملته وسميته ديسك 1 بدك تحطه في تارجت؟ التارجت هاي existing is كازي target، في عندك تارجت موجوده من الاول ومش فاتح لي اياها، ليه؟ ما عنديش تارجت. اذا انا ايش بدي اعمل؟ نيو is كازي target. فاقول له
انا بقول لي طب اعطيني اسم التارجت، اقول له يا سيدي بدي اسميها تارجت 1. اوكي اقول لكم بدي ارجع باك واخلي الديسك يكون اسمه ديسك 0. خلي ديسك 0، نبلش من الزيرو بالديسك. تمام تارجت 1. نيكست بيقول لي طيب مين السيرفر الانيشيتور اللي راح يتعامل مع هذا الفيرتشوال ديسك؟ ما هو مش اي انيشيتور حينزل حاله في هذا الهارد ديسك، لازم انا اكون محدد مين اللي حيتعامل مع هذا الهارد ديسك، مين الانيشيتور. فانا بقدر اجي اقول له اد. لاحظوا معي هون بالاد ليش مش معطيني الكواليفايد اد؟ انا عملت هذيك عشان هون يظهر. طيب هسا انا المفروض لما اقول له اد هاي تبين معي هون يظهر اللي انا عملته. تمام فالمفروض اشوف لو كنسلت وعملت ريفرش وارجع هون نيكست على الاي نيكست سمي لي ديسك 0 نيكست 20 دايناميك نيكست ايس كاز جديدة اسمها تارجت 1 نيكست اد برضو مش فارقة كثير بمعنى انا اصلا لما اجيت هون شغلت الايس كازي هون انشيته وقلت له انا بدي اعمل اشبك على السيرفر الاي بي تبعه 01 هون، انا كان هدفي اني ايش احدد له انه يشوفه عن طريق الاي كيو، والمفروض اني مدام نفذت الموضوع هون وعملته المفروض انه صاحبنا هون لو كنسلت واجيت ضفت كان المفروض يكون فاتح لي هاي وشايف لي. مش هالقصة، انا ممكن اقول له اللي حيتعامل معك يتعامل يا سيدي معاه من عدة اختيارات زي ما قلنا. ممكن اقول له روح جيبه عن طريق الاي كيو ان، ممكن اقول له جيبه عن طريق اسم السيرفر بالدي ان اس، ممكن اقول له جيبه عن طريق مين الاي بي ادرس، اقول له يا سيدي عن طريق الاي بي ادرس انا ايش السيرفر تبعي اعطيته 123.0 ايش 02، فاقول له خلاص 02 يا سيدي حددت له مين السيرفر اللي بدي اياه يتعامل معه. تمام اقول له نيكست. بيقول لي طب هل بتحب تكون في تشفير من خلال بروتوكولات التشاب ما بين الكلام اللي ماشي ما بين الانيشيتر والتارجت؟ مش مستاهلة اعمل عالي بيرفورمانس عالي على الشبك. فاقول له لا نيكست. قال لي طب هي احنا جاهزين. اقول له ابني لي الديسك. هيك حيبني لي الديسك ويبني لي مين كمان التارجت الاولى اللي سميتها تارجت 1 اكلوز. بلاحظ هون يا شباب انه هو ايش سوى حاليا، بنى لي الهارد ديسك الاول اللي محطوط وين بالتارجت هاي. فلو اجيت انا هون طلعت تحت هون بلاقي التارجت، مين التارجت تبعي اللي هو السيرفر هذا، لكن هذا الديسك بقدر اوقف على الديسك واقول له في البروبرتيز هون بيقول لي هذا الديسك موجود في المكان الفلاني مساحته 20 هو دايناميك الاي بي ادرس تبع الاي سكازي انيشيتر حيكون كذا اللي بيتعامل معه، وهذا اليو اليو ان اللي هو اللوجيكال يونت نمبر لهذا الديسك ايش 0. طب ليش 0؟ لانه انا بامكاني اوقف هون واقول له بدي اعمل لك نيو اي سكازي ايش فيرتشوال ديسك ثاني، ممكن اقول له امبورت لواحد موجود ده فيرتشوال ديسك موجود، اقول له بدي اعمل لك واحد ثاني. قال لي وين بدك تعمله برضه؟ اقول له على الاي نيكست. طب ايش اسم الديسك؟ اقول له هالمره اسمه ديسك 1. احنا الاول عملنا ديسك 0 صح؟ نيكست. طب قديش حجمه؟ كمان 20 جيجا ودايناميك. نيكست. طب انت بدك تعمله باكزيستنج تارجت موجوده من الاول ولا بدك تعمله بتارجت جديده؟ زي ما اتفقنا انا بقدر اعمله في تارجت جديده. اقول له نيكست واقول له هاي اسمها تارجت. ممكن اعمل اكثر من تارجت. تارجت 2 ونيكست. مين السيرفر اللي يتعامل معها؟ اقول له برضه السيرفر الاي بي تبعه 192.168.0.2 واقول له اوكي نيكست نيكست فينش. هيك انا صار عندي 2 ديسك بس كل ديسك منهم وين؟ بتارجت. هون نسين الاي. تمام
انا بقدر اوقف هون اقول له جيب لي البروبرتيز برضه قديش ال يو ان له زيرو. لكن لاحظوا معي لو رجعت قلت له بدي اعمل لك نيوتا ايسكازي فيرتشوال ديسك وبرضه على الاي نيكست اقول له هالمره اسمه ديسك 2 واقول له نيكست حجمه برضه 20 وهو دايناميك ونيكست وهالمره بدي اياه يكون باكزيستنج تارجت. التارجت اللي هي مين 2 يعني بدي تارجت 2 يكون فيها كم هارد ديسك 2 اقول له نيكست كرييت. هون ما بنى لي التارجت بس بنى لي مين الفيرتشوال ديسك. فلاحظوا معي انه هون لو وقفت عليه رايت كليك بلاقي انه صار ال يو ان عنده ايش 1 لانه بيقول لي هذا الرقم تبع اللوجيكال يونت نمبر هو رقم الديسك على التارجت الوحده. فهاي التارجت 2 كم ديسك عليها على 2 فالاول اعطاه الزيرو والثاني على نفس التارجت لما صار هذا الديسك الثاني اعطاه رقم الايش ال1 بيبدا من الزيرو. انا خلصت شغلي على الايس كازي تارجت. طب ارجع لمين للانيشيتر راح اجي بكل بساطه اقول له اد ايس كازي انيشيتر. بكل بساطه بقدر اجي اقول له كويك كونكت يعني اقول له اعطيه اي بي تارجت على طول او بقدر اجي اقول له هون اقول له هون في الديسكفر او ممكن اكبس عليها اقولها ريموف لهاي مثلا اذا بدي اعملها ريموف واقول له بدي اضيف لك من اول جديد 192.168.01 واجي عند ادفانس بيقول لي بيسالني بيقول لي ايش اللوكال ادابتر اللي على جهازك بقول له هو مايكروسوفت اي اس كازي انيشيتور. بيقول لي طيب الانيشيتور ايش الاي بي تبعه انا شو الاي بي تبعي 02. بيقول لي طب التارجت ايش التارجت او اقول له اوكي تعرفوا احنا المفروض عملت هيك انا من الاول كان شافه احنا. انا بس نسيت اعمل هدول طب بس عملت من هون وشي اقول له اوكي هيو شافه صح تمام. انا بقدر اجي هون واقول له هيو طلع فورا اول ما شافه ايش ظهر عندي قال لي في عندك 2 تارجت في السيرفر اللي انت اخترته. قال لي كم تارجت عندك بالسيرفر اللي انت اخترته في عندك 2 تارجت. هسه هون الفيفوريت ممكن احط التارجت تبعي من ضمن الفيفوريت تمام. لو اجيت هون بقدر يقول له على اي تارجت الشباب بدكم اياني اشبك واحد منهم التارجت الاول كم هارد ديسك فيرتشوال فيه الثاني كم هارد ديسك فيه. طيب قبل ما اشبك خليني اجي على كمبيوتر مانجمنت واورجيكم انه هذا السيرفر اللي انا عليه في الديسك مانجمنت هون هو ايش في جواته كم هارد ديسك وحيد صح. خلينا ارجع هون وارجع اقول له يا سيدي اشبكني على تارجت 2 اللي فيها كم هارد ديسك قلنا 2 اقول له كونكت. بيقول لي ادفانس نضيف لك اياها بالفيفوريت بقول له بيقول لي طيب مره ثانيه انت ايش الاي اس كازي انيشيتر اقول له مايكروسوفت. انت شو الاي بي تبعك 2 طب شو اي بي هداك اللي هو ايش 01 واقول له اوكي اوكي. بيقول اضيف لك اياها بالفيفورت اقول له اوكي صارت ايش كونكتد. اول ما صارت كونكتد باجي عند فوليوم بقول له ضيف لي الهارد ديسكات اللي جبتها منه جاب لي الاثنين اقول له اوكي. ايش ظهر عندي هون يا شباب على السيرفر تبعي هارد ديسكين. باجي على الاول بقول له اونلاين باجي على الثاني بقول له اونلاين باجي على الاول بقول له انيشلايز ديسك ام بي ار هم الاثنين اعمل اياهم ام بي ار صاروا هارد سكان. تعال على الاول قول له نيو سيمبل فوليوم نيكست 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 فينيش. تعال على الثاني قول له رايت كليك نيو سيمبل فوليوم نيكست 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 اخذ حرف الاف الاول اي والثاني اف. هدول صاروا الاثنين بالنسبه الي انا هون ككمبيوتري هذا الفايل سيرفر. ايش صار في عندي هون بارتيشنين صح كل واحد بمساحه قديش 20 جيجا. بس هل هدول البارتيشنين هم موجودين على السيرفر نفسه هم وين موجودين على التارجت اللي هم وين موجودين فعليا قلنا راح يكونوا موجودين جوات السي جوات فولدر في السي لا بالاي سوري قلنا جوات الاي ايس كازي فيرتشوال ديسك. هيهم هدول الثلاث هارد ديسكات اللي بنيناهم انا شايف واحد واثنين اللي عملناهم مع تارجت 2. اذا
انا فعليا بتعامل مع الهاردسكات تبعت الاي سكازي تارجت كانها لوكال على السيرفر، بخزن عليها كل شيء، بدخل هون بقول رايت كليك نيو فولدر، ايوه نيو فولدر عادي. بس هو وين فعليا انه خزن هون ولا بالاي سكازي؟ بالاي سكازي عادي، بقدر اشير هذا اليوزر بعمل بيرميشن كل شيء كل شيء كل شيء. بتقدر تعمل من الاي سكازي تارجت هذيك تعمل باك اب منها، يعني اذا عندك اثنين اي سكازي انت بتتعامل مع واحده والثانيه زي باك اب منها، كيف الديستريبيوتد فايل سيستم اللي بيرمي على الثانيه، اعمل ما بينهم هاي افيلابيلتي وكلاستر ما بينهم وكاني بتعامل مع واحده والثانيه كي باك اب منها. اذا انا بقدر اجي اعمل على التارجت هارد سكات بالهبل، اركب هارد سكات بالهبل، ومش شرط اعمل زي ما انا سويت، يعني اعمل في الهارد ديسك تبعي اكثر من فيرتشوال، ممكن اعمله كله فيرتشوال هارد ديسك خلص بمساحته كله وافتح اول سيرفرات تتشارك فيه. هسه بمعنى انا ايش كان كلامي هون بالنسبه للسيرفرات الثانيه يا شباب؟ كلامي بالنسبه للسيرفرات الثانيه انا بقدر بس هاي بدي اوريكم اياها، هسه بدي اوريكم اياها بعدين لما ناخذ الكلاستر. انا بقدر اجي هون اقول له اليوزر اللي هو الاي يو اد administrator واعطيه الباسورد مثلا، اخلي هون الانيشيتور هذا انزل عليه الانيشيتور سيرفيس، بس لازم شرطا اكون هون في التارجت قايل له انه السيرفرات اللي راح تتعامل معك مش بس الزيرو 2 والزيرو 3، فاخلي حتى الزيرو هذا السيرفر الثاني يشوف نفس التو بارتيشن هذول عنده، يعني ممكن اكتب من هذا السيرفر فيكتب بنفس الداتا ويكتب من هذا السيرفر بكتب وين بنفس الداتا، زي كاني عامل اثنين دي اتش سي بي بس الداتا تبعتهم ايش في مكان واحد. يعني لما اجي انزل على الاول دي اتش سي بي بقول له الداتا تبعتك بهذا البارتيشن، ولما انزل على الثاني دي اتش سي بي اقول له برضه الداتا تبعتك بهذا البارتيشن، اوشر على نفس الفولدر بس طبعا هي ما بتنشغل هيك، هي بتنشغل من خلال شيء اسمه الفيل اوفر كلاستر، هذا اللي حناخده في الموديولات اللي قبل ما نختم الماده بموديول او موديولين، كيف نعمل الفيل اوفر كلاستر. ليه؟ لانه مهم جدا لازم اعرف انه انا ما بينفع اخلي سيرفرين ياشروا على مكان واحد في الداتا وبعدين اجي اكتب من هون او اكتب من هون، فالابره اللي بدها تكتب بالتارجت ماخذه معلومات من هون ومن هون، فلما تيجي بدها تكتب من مكانين ممكن يصير ايش عندي بالداتا كوربت وكونفليكت وبالتالي تضرب الداتا كلها. فدائما بعمل هذا الكلام في حاله انه يكون في عندي سيرفرين بيأشروا على داتا واحده، هذا لما اكون بدي اعمل الهاي افيلابيلتي بدي اعمل الكلاستر، فالكلاستر هو اللي بيسيطر مين الاونر من الاثنين اللي يكتب مش الاثنين يكتبوا. وضحت الفكرة؟ هذا موضوع بنشوفه لقدام. انا هسه بيهمني تفهم انه الاي سكازي عملت لي اياه مايكروسوفت هو بديل للسان ستوريج. انا بجيب سيرفر بعبيه هارد ديسكات وبنزل عليه الرول اللي اسمها التارجت سيرفيس تبعت الاي سكازي تارجت، بروح بمسك هاي الهارد ديسكات ببني عليها تارجت وببني على التارجت فيرتشوال ديسك بناء على المساحات اللي عندي من الهارد ديسكات وبجهزها، بعدين باجي عند الانيشيتر اللي انا حددته بربطه هذا الانيشيتر بمين؟ بالتارجت تبعته، بصير يتعامل هو كبارتيشن على الداتا اللي جوات هاي البارتيشنات، لكن هي فعليا مش مخزنه هون، هي مخزنه وين؟ بالستورج. وضحت؟ ليش فكرتها زي السان؟ فكرتها زي السان لاني بقدر اخلي الجهاز الواحد يشوف اكثر من تارجت، وبقدر اخلي جهازين يشوفوا تارجت واحده. يعني انا بقدر هون ارجع اقول له هون مثلا في الايس كازي هون بقدر اقول له بدي اعمل كونكت كمان على مين؟ على التارجت الثانيه، اقول له كونكت هاي ادفانس اختار هدول، ما هم نفس السيرفر بس تو تارجت المفروض صح؟ فاقول له صار عندي كونكت الاثنين ولا لا؟ يعني سيرفر واحد كونكت على كم تارجت؟ تو تارجت، كل تارجت فيها هدول فيها هارد سكين وهي فيها تارجت مستقله، ممكن اكون رابط السيرفر نفسه مع تارجت 1 مع سيرفر ثاني ومع تارجت 2 مع سيرفر ثاني، يعني نفس السيرفر رابط مع هون بتارجت ومع هون بتارجت، وهو بالنهايه كله مخزن باي سكيز ستورج مش عنده. وصلت؟ انفهمت؟ هاي هي الاي سكيز سيرفيس. حلوه طبعا، حلوه رهيبه.
اه انت بتقدر تعمل بين هدول ميروري ومن هون اللي بقدر اعملهم يعني بقدر اجي انا هون اشيل هدول الثلاثه او يعني ارجعهم مثلا اقول له انلوك هيو اقول له ديليت فوليوم واجي هون اقول له ديليت فوليوم او بلاش اقول له اد ميرور خلص اد ميرور مع ديسك مين ديسك 1 اقول له اوكي طبعا بده يقلبهم لايش المفروض لدايناميك قلب الاول دايناميك قلب الثاني دايناميك قلبهم ميرور يعني الهارد سكين الفيرتشوال اللي موجودين في الايس كازي تارجت انا بشوفهم عندي بسيرفري كبارتيشن واحد اف بس هم فعليا هناك ايش معمولين ميرور من بعض وبالنهايه احنا قلنا انه من مزايا التعامل مع الفيرتشوال ديسك انك انت الفيرتشوال ديسك تقدر تاخده كوبي بيست وتوديه على سيرفر ثاني ليش كان بيقول لي امبورت فيرتشوال ديسك يعني لو بدي انا هسه اوقف الشغل اطفي السيرفرات واخذ هالريسكات واحطها في ايس كازي ثاني واربطهم مع سيرفر ثاني بدخل بشوف الداتا نفسها الموجوده فيه ما هي ميزه الفيرجوال ديسك صح انفهمت يا شباب شو الايس كازي تعالوا نطلع بريك عبال ما نطلع بريك نرجع عشان نطبق موضوع البرانش كاش او قبل ما نطلع بريك بدايه بس خليه هو نفس الموديول تمام بدنا نتكلم معناته قلنا على البرانش كاش الموضوع الجديد اللي بنتكلم فيه هو البرانش كاش ايش فكره البرانش كاش قلنا انك انت عندك الفرع الرئيسي اللي هو الفرع الرئيسي نقول الهيد كوارتر جواته في دومين كنترولر وفي اجهزه كلاينت وفي عندك فايل سيرفر مثلا الفرع الثاني عندك في مجموعة من أجهزة الكلاينت اللي هي المفروض إنه نعتبره كفرع هو additional domain controller هما إيش؟ additional يعني الأجهزة اللي هون هي منبر في الدومين تبعنا الفكرة من الموضوع وين؟ إنه لو هدول الجماعة اللي هون انت معطيهم على الشير فولدر بيرميشن انهم يوصلوا للداتا اللي موجوده بالفايل سيرفر اللي فالمفروض انه تعاملهم واستدعائهم للداتا تبعت الفايل سيرفر بتتم عبر ايش عبر الوان وبالتالي انت هون في عندك لود على الوان بالاضافه انه لو الوان كانت بطيئه مشكله فيها يعني فيها بطء فمعناته انت الوضع عندك هون راح يكون سيء في عمليه استدعاء الداتا وجيبها ونموها فكره البرانش كاش من وين اجت؟ من كلمها من اسمها برانش كاش انه انا بدي اكيش وين؟ بالبرانش بالفرع تبعي بالبرانش ايش يعني؟ قال لك البرانش كاش له نوعين النوع الاول بنسميه النوع الاول بنسميه الهوستد كاش مود الهوستد كاش مود هذا النوع الاول ايش النوع الاول هذا قال لك انا راح اجي عند فرع البرانش هناك اعمل سيرفر اسميه مثلا البرانش هذا السيرفر ايش وظيفته وظيفته انه اي واحد من الكلاينت هدول بطلب الداتا من هون لما يتم ارسال الداتا الداتا راح تنبعث للبرانش كاش سيرفر يتم تخزينها فيه وتتكيش فيه وبالتالي لما يصير اي حدا من هدول بده الداتا بدل ما يطلع يجيبها من هناك من وين يجيبها من سيرفر البرانش قال لك الداتا اللي راح تكون موجوده بالفايل سيرفر هون راح ينعمل لها للداتا اللي فيه تقسيم لبلوك باكيت بلوك يعني زي سيجمنت صغيره
وراح ينعمل لهاي السيجمنت ما يسمى بالهاش. ايش الهاش؟ حكينا احنا الهاش يعني زي تحويل الرقم هاش. فقال لك انه الداتا الموجوده فيه راح تتقسم لاجزاء صغيره، كل جزء راح ياخذ رقم هاش. فنفترض انه الجزء الاول اخذ رقم 1 2 3، الجزء الثاني اخذ 4 5 6. طب ليش هيك انت بتقسم؟ ليش بتعمل هاش لهاي الاجزاء؟ قال لك السبب، السبب عشان لما انت تبعت الداتا هناك تتكيش، لما يجي كلاينت ثاني بده نفس الداتا البرانش هاش ايش بيعمل؟ بيشيك مع الفرع الرئيسي اللي هناك مع الفايل سيرفر، هل الهاش تبعت الداتا هاي هو نفسه اللي موجود عنده، ولا مثلا البلوك هذا تم التعديل عليه فصار 4 3 6 2 رقم الهاش. فان صار في تغيير في الهاش، اذا الداتا هاي ايش صار عليها؟ صار عليها تعديل، حدا دخل تكست فايل فيها، كتب جوا تكست فايل، هو فايل سيرفر. اذا ما دام كتب فيها، اذا لما يجي واحد ثاني يستدعي نفس الداتا ما راح يعطيه اللي هي موجوده عنده، حيروح يجيب الجديده عشان يرجع يكيشها ويرجع يعطيها. وصلت؟ الداتا راح يتم تقسيمها الى اجزاء، كل جزء راح يكون له هاش عشان دائما يقارن ما بين الفايل سيرفر اللي هون مع البرانش كاش اللي هناك بناء على الهاش. فالهاش ان كان نفسه اذا هذا راح يرد على الكلاينت ويعطيها، بدل ما الكلاينت يطلع هون لقاها متغيره راح ياخذ الداتا الجديده ويعطي الداتا الجديده. فهمت؟ اذا عمليه الكاش بتتم بالفرع عن طريق ايش؟ عن طريق سيرفر بنسميه الهوست الكاش. الموضوع هذا يا شباب ينطبق على اكثر من شغله، ممكن نشغله على الفايل سيرفر، ممكن نشغله على موضوع WSUS. متذكرين لما كنا نقول في عندنا اب ستريم وعندنا داون ستريم، صح؟ او بلاش، كنا نقول في عندنا اب ستريم وبدي الكلاينت اللي هون يروح ياخذوا الابديت مش من مايكروسوفت، ياخذوه من مين؟ من سيرفر WSUS الموجود في الفرع الرئيسي. تمام؟ طب ما هو كل واحد بيروح يجيب الابديت منه، ما هو بالنهايه عبر الوان. فليش انا اعمل الهوست الكاش؟ لما يروح واحد يجيب الابديت، الابديت ينبعث للبرانش كاش يتكيش، فاي واحد من هذول بده الابديت ياخذه من مين؟ البرانش كاش. يعني بيشتغل على الفايل سيرفر وبيشتغل على مين كمان؟ على الريسورس. بيشتغل عندي على الويب سيرفر. كيف يعني على الويب سيرفر؟ في شركات كثير ومنهم عندنا مثلا الجامعه. احنا عندنا على موقع الويب تبع الجامعه في بنحط نماذج وابلكيشن معينه للي بده اجازه مرضيه بيعمل داونلود للابلكيشن عشان يكتب، للي بده مثلا اجازه عاديه برضه ابلكيشن، للي بده التامين الصحي والدكاتره وما الدكاتره بيعمل داونلود لملفات فيها مكتوبه كل هاي الاشياء. في عندكم هذا الكلام بشغلكم؟ عندكم؟ تمام. افترضنا انه انا عندي 50 واحد من هون بالفرع اليوم بدهم ينزلوا، احنا هون 2000 بالفرع، بدنا ننزل الابلكيشن هذا، مش الابلكيشن، ننزل من الويب اللي هو الابلكيشن اللي بنكتب فيها اجازات، 50 واحد من الفرع بده ياخذ اجازه اليوم. بدل ما كل واحد يروح يعمل داونلود من الموقع تبعنا ويعمل داونلود لها، واحد بيروح بيعمل بتكيش هون، وبالتالي الكل بصير ياخذوا النماذج من مين؟ من الكاش. هو فعلا بطلب هذا، بس هذا ما بيعطيها، بيقول له راجع البرانش كاش، فالبرانش كاش عندك الهاش نفسه، نفسه خلاص اعطيه، بيروح يعطيها. اذا هي توفير لمين؟ للوان. بيشتغل عندي زي ما قلنا على الفايل سيرفر، على الدبليو ساس، على الويب سيرفر، بيشتغل عليها البرانش كاش. وضحت؟ هذا الطريقه الاولى اللي هي من خلال وجود سيرفر بيسمى الهوست كاش مون. النوع الثاني عندنا اسمه الديستريبيوتد كاش مون. كاش مون الديستريبيوتد كاش مون ايش فكرته؟ فكرته انه انا ما عندي سيرفر هون يكيش، ما عندي سيرفر. احنا جماعة شركة غلبانة على قدنا، ما عندناش نجيب سيرفرات ب 3 4000 ليرة ولا ب 2000 ليرة.
طيب ايش تسوي؟ قال لك انا راح اشغل ما يسمى بالديستريبيوتد كاش مود. اي جهاز من الكلاينت بيطلع بيجيب الشغله اللي بده اياها من الويب او من الدبليو ساس او من الفايل سيرفر، بس يجيبها راح يكيشها ويعلن للباقيين يا شباب اللي بده الشغله الفلانيه هي موجوده عندي مكيشه، تعال خذها مني. فاذا كلهم حيلجأوا لمين؟ لبعض، بدل ما يكون في عندي سيرفر. وضحت الفكره شباب؟ قول بالدبليو ساس، الويب سيرفر، الفايل سيرفر، هذول الثلاثه بيشتغلوا على فلاش. وضحت كيف بدنا نطبق اللعب عشان نشوف الموضوع؟ انا اجيت ايش سويت هون؟ اللي سويته في اللاب هون، انتوا طبعا لازم تكتبوا اللي على اللوح وترسموه عشان تفهموا، لانه بالفيديو هو مش حيكون موجود على اللوح. اللي انا سويته يا شباب انه انا اعتبرت انه انا عندي فرعين للشركه. الفرع الاول هو الرئيسي اللي هو فيه الدومين كنترولر تبعنا، ومعانا الفايل سيرفر اللي هناك اللي هو موجود وين؟ بالهيد كوارتر بالفرع الرئيسي. واعتبرت انه في بالفرع الثاني تبعنا، طبعا انا كلهم عاملين مع السويتش واحد، بس افترضنا انه هون في وان ما بينهم او في بي ان او ايش ما كان يكون. الفرع الثاني في عندي السيرفر اللي بدي اعمله برانش كاش هناك، وعندي الكلاينت اللي بدي استفيد منه. ولاحظ الامور؟ تمام؟ حلو. طيب عشان اطبق الموضوع زي ما قلنا، لو اجينا احنا فتحنا التكست فايل اللي عندنا، قال لك بدايه هو موجود من سيرفر 2008 على السيرفر، وابتداء من ويندوز 7 انتربرايز. قال لك سبورت كاش فور فايل سيرفر او الويب سيرفر او الدبليو ساس، بدعم هاي الثلاث اشياء. قال لك الداتا از ديفايدد تو سمول بلوك، بيتم تقسيم الداتا لبلوك سمول بلوك، كل واحد منهم له ما يسمى بالايش؟ بالهاش. قال لك نفس موضوع البرانش كاش له تو مود في شغله. المود الاول مش تو مود، تو فيرجن. الفيرجن الاول كان اسمه فيرجن 1، وهو اللي كان سبورتد مع الويندوز سيرفر 2008 مع الفيستا مع الويندوز 7. تمام؟ في الويندوز سيرفر 2012 عملوا ما يسمى بالفيرجن 2 اللي احنا اليوم ناخده اللي يعني بنشتغل عليه، واللي هو سبورت مع ويندوز 8 ومع ويندوز سيرفر ايش 2012 اند ليتر 2016 وانت رايح. قال لك تو مود اوف كونفيجريشن، ممكن نستخدم الهوستد مود او نستخدم مين؟ الديستريبيوتد مود. طب عشان نطبق الموضوع، قال لك بكل بساطة أول شيء تعال نطبق موضوع الهوستد مود، إنه أنا في عندي سيرفر في الموضوع. قال لك على السيرفر اللي هو يعتبر الفايل سيرفر اللي وين؟ في الهيد كوارتر. إيش بدنا نعمل عليه؟ قال لك أول شغلة بدنا نعملها عليه عشان نشتغل صح، فأنا المفروض إني آجي هون على الدومين كنترولر بداية وأعمل في الأكتيف دايركتوري يوزر أند كمبيوتر، يفضل إنك تعمل OU. الـ OU هاي تسميها مثلا تسميها تسميها اللي هو الهيد كوارتر، نسميها سيرفر مين؟ الهيد كوارتر. وتمسك السيرفر اللي هو بيلعب الهيد كوارتر تاخده موف وتحطه وين؟ فيها. تمام؟ حطه وين؟ فيها. زي ما قلنا
على السيرفر اللي هو فايل سيرفر اللي موجود بالهيدكوارتر، اول شغله عملتها اني حطيته في او يو خاصه. تمام، ايش بدي اسوي عليه؟ اول شيء بدي ابدا انزل الرول تبعت مين؟ البرانش كاش عليه. ليش؟ لانه لاحظوا معي، لو اجي انا على هذا الفايل سيرفر اللي هون، هاي باسورد، لاحظوا معي لو اجيت انا بداية على السي عليه، على السي رايت كليك نيو فولدر، اعمل عليه فولدر اسميه مثلا او بلاش عليه هون، خليني اقول اضيف له هارد ديسك، خليني اضيف له هارد ديسك مساحته 100 جيجا مثلا، نيكست فينيش، اوكي. واجي على تولز جوات الكمبيوتر مانجمنت، اجي عند ديسك مانجمنت، اقول له رايت كليك اونلاين، رايت كليك انيشلايز، واقول له رايت كليك نيو بارتيشن، صار عندي الاي. فلو اجيت انا جوات الاي ممكن اعمل النيو فولدر تبعنا اسميه البابليك، الفولدر تبعنا اللي اسمه البابليك. تمام، البابليك هذا طبعا بده يكون جواته مثلا الاي تي سيرفر، فولدر الاي تي، فولدر الاتش ار، فولدر الفاينانس، صح؟ هيو الاتش ار فولدرات، صح؟ لما اجي عند البابليك المفروض اني بدي اقول له للبابليك انه انا بدي اشيرك، والمفروض اني لما اجي عند الادفانس شير في الشير هون اقول له شير، وبعدين اشيره المفروض لمين؟ لا الدومين ادمن والدومين يوزر والامور هاي كلها انا مش موضوعي اخذ هون، لكن ايش موضوعي؟ موضوعي اني بعد ما اجي اشيره لو اجيت كبست على كاش بلاحظ انه هون في اشي اسمه enable branch cache. متذكرين هدول السيتنج يوم ما اخذنا الاوفلاين كاش؟ الاوفلاين لما كنت بخزن على اللابتوب بالاوفلاين كان في هون اشي اسمه enable branch cache، بس هي مش شغالة. طب ليش مش شغالة؟ مش شغالة لاني لازم بالاول اجي هون اقول له add rule and feature على نفس السيرفر اللي هو الفايل سيرفر في الهيدكوارتر، next next next، وهذا الكلام الموجود بالخطوة الأولى إني أضيف الرول تبعت البرانش كاش على مين؟ على الهيدكوارتر. فلما أجي هون بلاحظ إنه بالرول جوات الفايل سيرفر الفايل أند ستوريج جوات ما نزلنا الدي اف اس والتارجت والاي اس كازي والأمور هاي كلها، في عندي ما يسمى بالبرانش كاش فور نتورك فايل. وهون هون هون هذا البرانش كاش اللي بيدعم موضوع مين؟ الفايل سيرفر. ليش؟ لاني بس اجي اقول له نيكست حلاقي انه على مستوى الفيتشر في عندي ايش كمان؟ البرانش كاش، هاي اللي بتدعم الدبليو سس مع الويب سيرفر. يعني اذا انت بتشغل البرانش كاش لفايل سيرفر انت لازم تنزل مين؟ هديك. اذا انت بدك تعمل البرانش كاش للويب سيرفر او الدبليو سس اذا انت لوين بدك تنزل تبعت مين؟ تبعت هاي. مش شرط اني لازم انزل هديك فلازم انزل هاي، حسب اللي انا بدي اشتغل عليه بنزل. تمام، انا حنزل التنتين واقول له نيكست واقول له اعمل ريستارت لو حبيت وانستول. اذا ثاني خطوه انا نزلت مين؟ ضفت الرول من الفايل اند ستورج سيرفيس من الفايل اي ديسكازي والبرانش كاش فور نتورك فايل، نزلت ايش؟ الرول. بعد ما تنزل الرول عندي هون وتكتمل تمام كلوز، راح الاحظ انه بعد ما اكتملت الرول يوم ما ارجع على البابليك في البروبرتيز واقول له شير ادفانس شير واجي عند الكاش لقيت الانيبل برانش كاش ايش مالها؟
اذا اللي انا الفولدر اللي على الفايل سيرفر تبعي اللي بدي اياه يتكيش في البرانش لازم ادخل احط له ايش التشيك بوكس هاي واقول له اوكي ابلاي اوكي شيرنا الفولدر تمام حلو. لو ارجع هون بيقول لي بعد ما نزلنا الرول وظبطت التشيك بوكس على الفولدر الشير بدك تدخل على تولز بدك تدخل على الجروب بوليسي مانجمنت. ليش؟ بدك تطبق على الكمبيوتر كونفيجريشن جوات بوليسي جوات ادمنستريتف تمبلت جوات نتورك في عنا ايش اسمه لان مان سيرفر بدك تعمل انيبل للهاش. ايش يعني؟ المفروض على هذا السيرفر جوات تولز جوات سوري بدنا على السيرفر نفسه الدومين كنترولر. على مين بدي ادخل؟ بدي ادخل هون في الدومين كنترولر على الجروب بوليسي مانجمنت وبدي اطبق البوليسي على مين يا شباب؟ بدي اطبقها مش على الكمبيوتر على الكمبيوتر اللي هو على اي او يو اللي انا حطيت فيها مين الهيدكوارتر. انا ليش مسكته ككمبيوتر اكاونت رميته جواها؟ عشان اطبق عليه البوليسي صح. فبدي اجي هون اقول له رايت كليك كرييت بوليسي نقول له هيدكوارتر مثلا اسمها اقول له اوكي. ايش البوليسي اللي اطبقها على الهيدكوارتر هون؟ نتاكد بس احنا حطيناه للسيرفر جواها في الهيدكوارتر تمام. ايش البوليسي اللي بتطبقها عليه؟ بدي اقول له رايت كليك اديت جوات الكمبيوتر كونفيجريشن جوات بوليسز جوات ادمنستريتف تمبلت جوات النتورك في عندي جوات النتورك في عندي لان مان سيرفر دبل كليك عليها بلاقي انه في عندي الهاش بابليكيشن فور برانش كاش لازم اكبس دبل كليك عليها واقولها انيبل. هاي ايش بدها تعمل؟ مش اتفقنا انه الداتا بدها تتقسم البلوك وكل بلوك له هاش بدها اطبق عليه بالبوليسي انه عمل لي هيك في الداتا الموجودة على الهيدكوارتر فايل سيرفر. فاقول له هون ايش الاختيارات؟ بيقول لي allow hash publication for all shared folder يعني اعمل على كل الشيرد فولدر اللي موجود جواته ولا بس allow على الهاش publication only للشيرد فولدر اللي انا حطيت له التشيك بوكس. هو المفروض انا اقول له على مين؟ على التشيك بوكس. هاي الافضل disallowed hash publication كاني بلغي الموضوع. انا المفروض الاختيار اللي اختاره هو مين يكون؟ الثاني اللي هو بس اللي انا حاطط لها التشيك بوكس تمام. اقول له ابلاي اوكي واسكر البوليسي. قبل ما اسكرها اشوف في بوليسي ثانيه بعد ما عملناها هون تمام. اللي بعده بقول لي كرييت شيرد فولدر اون ذا فايل سيرفر بنيته انا اند تشيك انيبل برانش كاش. عملنا هاي الخطوه صح. الخطوه اللي بعدها enable branch cache through the firewall using GPO. هاي ايش اللي بده اياها؟ بده اياني برضو عن طريق الجروب بوليسي اجي عن طريق مين؟ هايها البوليسي اللي بتتكلم عن هاي الموضوع. طبعا عملتها او ما عملتها هي ماشية بس خلينا نعملها. بيقول لك انه انت لازم تدخل على في الكمبيوتر configuration في البوليسي في الويندوز سيتنج جوات سيكيورتي سيتنج جوات ويندوز فاير وول وذ ادفانس. يعني بده ياني اجي هون جوات ويندوز سيتنج جوات سيكيورتي سيتنج جوات ويندوز اللي هي الفاير وول ويندوز فاير وول ادفانس جوات ويندوز فاير وول هون عند مين؟ الانباوند الانباوند. اقول له رايت كليك ونيو رول. هالمره الرول بدي اختارها مش بدي اشغل برنامج ولا بدي افتح بورت، انا بدي اشغل اشي جاهز من مين؟ من مايكروسوفت من الشغلات اللي هي مجهزه لي اياها. بدي اشغل الثلاثه هدول تبعون مين؟ البرانش كاش. انه يسمح له الفاير وول يشغل البرانش كاش على الاتش تي تي بي والاتش تي تي بي اس والدبليو اس دي تمام. فراح اجي اختار له الاولى واقول له نيكست واقول له هي هاي نيكست واقول له الاو
this connection. Finish. وارجع اقول له رايت كليك على الانباوند نيو رول برضو على مين؟ على الثانية. وين راحت؟ والله ما انا شايفها. هاي الثانية واقول له شغل لي كمان على ال HTTPS او ال HTTP واقول له allow. وبرضو اجي مرة ثالثة نيو رول واقول له برضو على اللي جاهز من مايكروسوفت واشغلها هون واقول له next finish. بكون انا هيك فتحت على مستوى الفاير وول ايش موضوع البرانش كاش على الاتش تي تي بي والاتش تي بي اس والدبليو اس دي. تمام حلو. نرجع لمين؟ للبوليسي او للتكست فايل. بيقول لي على الكمبيوتر كونفيجريشن بوليسي ويندوز سيتنج سكيورتي سيتنج ادفانس سكيورتي انباوند رول عملناها كرييت نيو انباوند رول. واضح؟ اذا خلصنا شغلنا على مين؟ على السيرفر اللي هو ايش؟ الهيد كوارتر. اذا راح ارجع هون على البوليسي اللي طبقناها عليه واسكرها ويفضل اني اعمل جي بي ابديت سلاش فورس جروب بوليسي اب جي بي ابديت. طبعا المفروض هذا اعمله على السيرفر هداك سلاش فورس على سيرفر اللي هو مين؟ الهيدكوارت عشان تطبق عليه البوليسي. فراح اجي هون على الرن واقول له جروب بوليسي ابديت سلاش فورس عشان يطبق البوليسي اللي طبقتها عليه. صح؟ واضح ولا نايمين؟ تمام. طيب اللي بعده قال لك هسه الشغل على الفايل سيرفر in the branch office اللي موجود وين؟ بالبرانش اوفيس. اول شغله قال لك روح ضيف الرول ونزل الرول زي ما عملنا مع الاول. اذا بدي اجي هون على البرانش كاش اللي هون اجي اقول له باسورد 1 واقول له اد رول نيكست 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 واقول له ضيف لي من هون اللي هو البرانش كاش. تمام نتورك او نيكست قصدي. وهون برضو اشغل البرانش كاش الثانية واقول له اعمل ريستارت لو حبيت وانستول. هاي اول خطوة. ثاني خطوة بيقول لي تايب ذا فولوينج باور شيل كوماند. اكتب هدول الباور شيل كوماند طبق عليه. ايش هما الباور شيل كوماند؟ بده يعني اقول له انك انت راح افعل عليك موضوع البرانش كاش ايش هوستد سيرفر واخليه يعمل ريجستر لما يسمى بالاس سي بي اللي هي موضوع البرانش كاش تفعل عليه. هون يا شباب انا بطبقها عن طريق الباور شيل كامر، لكن يعني بينفعش اطبقها كجروب بوليسي؟ لا بينفع. يعني بقدر انا اصلا اجي على الفرع الرئيسي واقوم في الاكتف دايركتوري هون اعمل او يو احط فيها الكمبيوتر اللي هو اسمه ايش البرانش، وبعد ما اعملها عليه احطه جواها. اجي عليه في الجروب بوليسي واجي جواها على البوليسي ونفترض انه هي هاي. نفترض اجي اقول له في بوليسز في ويندوز سيتنج ادمنستريتيف تمبلت جوات نتورك في عندي اشي اسمه برانش كاش واضحه. المفروض اني اجي اقول له انا عندي احتمالين. الاول يا اقول له انك انت راح تشتغل ديستريبيوتد كاش مود او اقول له انت راح تشتغل ايش هوستد كاش مود. فممكن اطبق عليه للسيرفر هذا تبع البرانش كاش احطه في او يو واطبق عليه من خلال البوليسي اقول له انت راح تكون هوستد كاش مود. فانا ممكن اطبقها عليه ايش بالبوليسي. تمام. وممكن اذا بديش اطبقها عليه بالبوليسي اطبقها عليه من خلال امر باور شيل. اطبقها عليه من خلال امر باور شيل عشان ايش الفايدة بتفرق هاي عن هاي؟ إيه مش هتفرق كتير، لكن لما بتطبقها عليه كامر باور شيل هون بتخليه هو نفسه بعد ما يطبق عليه الامر كباور شيل هون هذا الامر انت بتقول له طبق لي عليه الهوستد برانش كاش هوستد سيرفر واعلن عن نفسك الريجستر
السي بي يعني اعلن لكل الكلاينت اللي حواليك يا شباب انا هوستد كاش مود، ببلغهم عشان اذا حدا بده يجيني ما يطلعش برا. وضحت؟ اما لو زي ما قلنا انا عملتها عن طريق هون، فالمفروض انه ساعتها كان بالبوليسي اجي اطبقها. انا على فكره كان ممكن اطبقها مش بس عليه، انا اطبقها مش عليه هو، سوري مش هحطه هو في جروب اطبقها، ممكن اطبقها على مستوى كل الكمبيوترات اللي هو على مستوى الدومين. ليش؟ عشان هو يعرف والكمبيوترات الثانيه تفهم. ليه؟ لانك انت لما تيجي هون اصلا تطبق عليه تقول له بالبوليسز وتقول له ويندوز سيتنج جوات نتورك جوات برانش كاش، وتقول له انت بدك تكون الهوستد مود كاش، لما تكبس له انيبل لازم تحط الاي بي تبعه عشان برضو كل الكمبيوترات يعرف انه هذا الاي بي تبع مين الهوستد، فيتطبق على الجميع على كل الكمبيوتر عشان كل يعرف انه هذا هو الهوستد كاش، وهو يعرف من الاي بي انه هو نفسه صار الهوستد. فانا يا زي ما قلت لكم يا بطبقها من البوليسي او ممكن اطبقها من مين، من امر باور شيل. فاخذ هذا الامر كوبي واجي هون على الباور شيل واقول لهم في الباور شيل اقول له انتر، قال لي اوكي انيبل برانش هوستد سيرفر وريجستر السي بي. طب بدي اعرف هل هو سمع مني الكلام ولا بس هيك وخلاص، فبقول له جيت برانش كاش ستيتس، ورجيني الحالة تبعتك، لازم يقول لي ترو ولازم يقول لي الداتا وين راح تتخزن اللي راح تتكيش، وقديش السعة اللي حياخدها من السي عشان يكيش عليها. فهو بياخد 5% باي ديفولت من السي. فلو رجعت هون وقلت له ورجيني الستيتس تبعتك، راح ألاحظ انه هو بيقول لي ترو هاي، او هون هوستد كاش سيرفر از انيبلد ترو بعد ما طبقت الامر الاول، وقال لي انه راح يتم الداتا كاش راح تكون في هذا الامتداد، وقديش السعه 5%. واضح تمام؟ 5% واضح. انا ممكن ازيد ال 5%، ممكن اغير المكان. طب كيف؟ قال لك بكل بساطه برضه باستخدام اوامر الباور شيل، تعال ابني لي مثلا جوات السيرفر هذا جوات السي، تعال نعمل فولدر نسمي هذا الفولدر داتا داتا تمام جوا السي. هاي جوا السي، خذوا هيك كوبي، تعال قول له او ليش اخذوا كوبي، هاي الامر جاهز. الامر ايش بيقول؟ بيقول set branch cache move to when الفولدر اللي بالسي اللي اسمه ايش داتا. خذ لي هاي كوبي، تعال على الباور شيل وقول له كوبي وقول له انتر. قال لي اكيد، اقول له يس اكيد. قلت له طيب خلي لي السعة تكون 20% من مساحة السي مش بس 5. انتر. قال لي اكيد، اقول له اكيد. انتر. تعال نرجع نقول له طب ورجيني الحالة تبعتك اللي هي الستيتس جيت برانش كاش ستيتس، بلاحظ انه تم تغيير مكان الداتا وصارت قديش 20 الساعة. واضح تمام. اذا انا هون عينت لبرانش كاش انه هو صار برانش كاش وزبط عليه الساعة واموره صارت تمام. جود. لاحظوا لو كنت زي ما قلت لكم بدي اعمل هالكلام بالبوليسي كان حتى هاي وحتى هاي بقدر اعملها بالبوليسي. من وين؟ ها لو رجعت هون مش بس انه بقدر اعملها بالكومنت، لو رجعت على جروب بوليسي جوات رايت كليك ايديت، بس زي ما قلنا بنحطه باو يو بنطبق عليه ايديت، واجي هون على البوليسي على ويندوز سيتنج، لا مش ويندوز سيتنج، هون نتورك برانش كاش هايها سيت برسنتج ديسك، هاي بتعطيني اللي هي السعة قديش بدك السعة تكون اللي هي 5، فممكن أعدل عليها من البوليسي عليه. ممكن أقول له تغيير مكان الداتا كاش set edge for segments in cache وأعطيه وين الامتداد اللي بدي إياه والأمور هاي كلها تمام. يعني بقدر ألعب أو لا هون أظن configure branch cache network file هاي أظن file إنك بتحدد له file معين تمام. هاي الاخيره مش اتفقنا انه في عندي تو فيرجن بيشتغل عليه؟
لو كبسنا دبل كليك بلاقي انه في عنده تو فيرجن، واحد اللي بيشتغل مع فيستا و7 وواحد اللي بيشتغل مع ويندوز 8. سواء عملتها ما عملتها هو راح يشغل لك التنتين. لو انت ما عملتش شيء فيها حيشتغل لك على التو فيرجن، اما لو عملتها انت هون بتحدد فيرجن واحد اللي راح تختاره. انا على كل ما عملتش عن طريق البوليس هاي الشغلات زي ما شفنا انا طبقتها عليه من خلال مين؟ اوامر الباورشيل. لمين؟ للبرانش كاش. وزودت السعة والامور هاي كلها وغيرت المكان وقلت له انت برانش كاش، تمام. نروح على السيرفر اللي هو مين هسا؟ الدومين كنترولر. قال لك كرييت جروب بوليسي اند ابلاي ات، وشغلها to the client computer in the branch cache office. روح اعمل لي بوليسي على الكمبيوترات اللي موجودين وين؟ بالبرانش كاش. ما لازم انا معلومة صحح شوية امور البرانش كاش. انا مش ايش قلت لكم؟ قلت لكم بتطبق البوليسي لما بدك تقول له انت برانش كاش على كل الدومين عشان تفهم الكل. لا لا، حطه بأو يو وطبق عليه هو هذا الكلام، لانه الكلاينت بتخبره من خلال اني اعمل بوليسي هم احطهم فيه واقولهم من البرانش كاش تبعه. وضحت؟ وضحت الكلام؟ تمام. فهيو بيقول لي على الدومين كنترولر روح امسك لي الكمبيوترات اللي هي بدنا نطبق عليها. مين بدنا نطبق على مين احنا؟ على زياد، صح؟ فاعمل لي او يو، اعمل لي نيو اورجانيزيشن يونت، قول له اسمها مثلا بي سي بي سي برانش كاش، تمام. اعمل هاي الاويو، امسك هذا الكمبيوتر اللي عند زياد قول له رايت كليك وموف لمين؟ هون. يعني انتوا لاحظوا معي حسب كل جهاز ما نعمل له موف لهذا الاويو لكل الاجهزه اللي في البرانش كاش كلهم موف مره واحده كب دبل بتعلم عليهم وموف. يعني انتوا افهموا لازم السيرفر اللي بالهيد كوارتر يكون في او يو له بوليسي، لازم السيرفر اللي هو بده يلعب دور البرانش كاش في او يو وتطبق عليه البوليسي اللي انا عملتها بايش؟ بالباور شيل بدل ما اعملها عن طريق البوليسي. لازم الكلاينت نفسهم اللي راح يطبق عليهم الموضوع يكون في او يو وتطبق عليهم بوليسي. يعني الفرع الثاني كله ما مش بيجي او يو وحده، هذا هو اللي هذا او يو، هذا او يو والكلاينت او يو، وكل واحد له البوليسي تبعته. بس انا ما عملتش البرانش كاش سيرفر الهوستد لاني طبقتها عليه عن طريق ايش؟ باورشيل. وضحت؟ تمام. قال لي حطهم بايش؟ للاجهزه الكلاينت باو يو. طيب بعدين قال لي بعد ما تحطهم باو يو هون في الدومين كنترولر قال لك ابني بوليسي وطبقها على الكلاينت اللي موجودين في الكمبيوتر تبعون البرانش اوفيس. طب ايش البوليسي اللي طبقها؟ قال لك جوات كمبيوتر كونفيجريشن بوليسز ادمنستريتيف تمبلت نتورك برانش كاش قلهم انيبل لمين؟ للتيرن اون برانش كاش، شغل عليهم البرانش كاش. ومن ثم قلهم انيبل اوتوماتيك hosted cache discovery by service connection point. يعني بده ياني على الدومين كنترولر على هاي الاو يو اللي حطيت فيها الكلاينت اجي على الجروب بوليسي، اجي على الكلاينت هون اقول له رايت كليك كرييت، نقول له البي سي برانش كاش اوكي. اجي عليها اقول له في الايديت في البوليسز administrative template جوات النتورك جوات برانش كاش، اول خطوه على الكلاينت اقول له تيرن اون ايش؟ البرانش كاش، فعل لي عليهم البرانش كاش. ثاني خطوه اقول له انيبل اوتوماتيك هوستد كاش ديسكفري، يعني اوتوماتيك راجعه دائما مين؟ الهوستد اللي كان المفروض انا عنده عينته انك هوستد، بس انا طبقتها عليه بدالها بايش؟ بالباور شيل. فاجي هون اقول له انيبل ابلاي اوكي. انا هيك وجهت الكلاينت انه اشغل عليهم البرانش كاش ووجهتهم للسيرفر اللي بيلعب هوستد اللي هو البرانش
البرانش اللي انا طبقت عليه باور شيل كان المفروض بدل باور شيل اعملها اوبوليسي مثلا، بس انا عملتها باور شيل. خلصنا رايت كليك ران جيب ابديت سلاش فورس اجي عند الكلاينت نفسهم اقول له هون اقول له يلا يا رجل خليه يعمل ريستارت افضل عشان الريستارت تطبق على الكمبيوتر. نرجع نكمل ايش كمان بدي اعمل عندهم، اني بس اعمل بوليسي واقول لهم شغل عليكم البرانش كاش واقول لهم اوتوماتيك راجعوا الهوستد. طيب خلصنا على الدومين كنترولر. اون ذا كلاينت كمبيوتر اون ذا برانش كاش اوفيس، على الكمبيوتر نفسه اللي هو بده يلعب برانش اللي هو الكلاينت اللي هناك، بدنا نشوف كل اللي عملناه تطبق عليه ولا ما تطبقش عليه. نشوف يعني هذا كتست، مش لازم اني لازم اعمله، هذا كتست اشوف تطبق عليه الكلام ولا لا. بدي اطبق عليه امر نت اس اتش، متذكرين هذا الامر كنا نستخدمه مع الداتا بيز انتي دي اس. اقول له برانش كاش شو ستيتس اول، ورجيني البرانش كاش ستيتس عليك يا كلاينت بعد ما طبقت البوليسي عليك شو وضعها. المفروض يقول لي بالسيرفيس مود يقول لي انه هو هوستد كاش كلاينت، يعني انه هو بيروح على هوستد، وانه الكرنت ستيت هي ايش مالها عليه رننج. لو ما اعطانيش هدول التنتين اذا ما طبقتش البوليسي عليه. فاذا لما ارجع هون على الكلاينت واقول له دخلني مثلا هون هاي باسورد انا سواء كلاينت لا مش شرط، بس انا عشان اطبق الامر هو يوزر عادي. فالمفروض اني انا اجي هون مثلا لو بدي اخده اخذ لك الافلام مرة ثانية، خليك محترم خليك محترم ايوه خليك محترم. بدي اجي هون زي ما قلنا انا بدي اشوف الوضع، اقول له رايت كليك ورجيني على الكوماند برومت او حتى ممكن على الباور شيل، لا عادي حتى لو على الكوماند برومت اعتقد. قول له نت سيش برانش كاش اول، خذها كوبي تعال هون قول له بيست انتر، نشوف شو اعطاني معلومات. نرجع من الامر من اول ما بلشنا عليه الامر، انا هاي الامر اللي اعطيته اياه ايش قال لي؟ قال لي السيرفيس مود هوستد كاش كلاينت. طيب الستيتس عليك ايش وضعها؟ قال لي رننج. قال لي السيرفيس ستيتس تايب مانيوال، انا عملتها مانيوال لما رحت على البرانش كاش اللي هون عملتها مانيوال، ما عملتها بوليسي عملتها عليه مانيوال صح من باور شيل. طب مين هو الكاش تبعك اللي بدك تروح عليه؟ هيو لحاله branch.io.com، مش انا هذا عامل branch.io.com؟ مش قلنا السيرفيس حتنزل عليه بالنهاية ويعلن عن نفسه للكل انه انا البرانش كاش هوستد. فهيو الكلاينت صار عارف مين ايش الهوستد. ليه؟ بالعكس رهيبة جدا. اطلعوا معي لو بدي اطبق الموضوع على الديستريبيوتد مود. ما فيش برانش، بس انه اي اول جهاز يشير الداتا بيعلن عن نفسه انه هو بالضبط. المفروض عشان اطبقها شو بدي اعمل؟ يعني يعني ديستريبيوتد مود يا شباب، يعني ما فيش عندي سيرفر اسمه برانش كاش، ما فيش. انا بتعامل من الفايل سيرفر الرئيسي والدومين الرئيسي عندي هون مع كلاينت فقط، برانش ما فيش اسمه برانش كاش. طب كيف بدي تفهم هدول؟ هدول انا خلص طبقت عليهم البوليسي، بس لازم اجي على مين اطبق الموضوع؟ على هذا هون. مش انا اجيت على السيرفر اللي هو السيرفر اللي قلنا اللي هو اول سيرفر عندي الهوستد مود اللي هو اللي شو اسمه في الهيد كوارتر، مش انا قلت له اني بدي اطبق عليك بوليسي اللي هي انيبل برانش ثرو فاير وول كرييت شيرد فولدر كمبيوتر كونفيجريشن بوليسي. قلت له في اللان مان انيبل لمين؟ انيبل لل ايش؟ للهاش. دقيقه شوي، كرييت كمبيوتر كونفيجريشن سيكيورتي سيتنج الرول هاي الانيبل، لا مش على الهيد كوارتر،
احنا الفكره بدها تكون على الدومين كنترولر، لانه انا اصلا ما عنديش سيرفر برانش اطبق عليه شو اسمه على الدومين كنترولر. شباب هاي صح، على الدومين كنترولر، على البوليسي اللي على الدومين كنترولر. لازم ادخل على البوليسي اللي على الدومين كنترولر واروح على البوليسي اللي بنيناها على الكلاينت نفسهم، اللي بنيناها على مين؟ على الكلاينت نفسهم، واقول لهم تيرن اون برانش كاش. مش احنا اول مره هون اجينا قلنا لهم للكلاينت هيهم ها طلع، مش اجينا قلنا لهم للكلاينت اطلع ولا انزل؟ لا لا الكلاينت 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 هيهم 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 الكلاينت. مش قلنا لهم في البوليسي انيبل لهاي؟ هاي اكيد بدي اعملها، بس الاختيار الثاني ايش قلنا له؟ انيبل اوتوماتيك هوستد كاش، صح؟ بدي ابدل الهوستد هاي باني ايش اقول لهم؟ بدل هوستد اقول لهم سيت برانش كاش ايش؟ ديستريبيوتد ديستريبيوتد، وافعل كونفيجر برانش كاش فور نتورك فايل. بالضبط، تعالوا نطبقها. يعني ارجع هون عند الكلاينت واقول لهم انتو في الجروب بوليسي تبعتهم، في الجروب بوليسي اجي هون على الكلاينت edit بوليسي ويندوز سيتنج نتورك برانش كاش، بدل ما انا عملت تبع الانيبل خليها، بس هاي بدالها ارجع اقولها ديسيبل، واقول له بدل ما اقول له هوستد ايش المفروض اقول له؟ ديستريبيوتد. اقول لهم انتوا راح تشتغلوا ايش؟ ديستريبيوتد، وافعل عليهم الكونفيجر هوستد كاش كاش فور نتورك فايل، انه حينتقل الفايل معاكم عن طريق مين؟ النتورك. واقول له ابلاي اوكي. اذا طبقت هدول البوليسي الثلاثه اللي هم هيهم بالديستريبيوتد هدول على الدومين كنترولر، on the domain controller تمام، على الكلاينت كمبيوتر on the branch cache نرجع نتست مرة تانية. تعالوا نشوف، نسكر البوليسي نقول له جيب update slash force، نروح على الكلاينت نفسه وعلى فرض انه فيش عنا branch cache نقول له update للبوليسي group policy update slash force. حلوة جدا على فكرة فكرة الموضوع، حتى لو ما عند كاش سيرفر تحطه هناك انت بتطبق على الديستريبيوتد على الكلاينت نفسهم. يعني حلوة موضوع الكاش هاي، وبعد ما طبقتها مرة خلينا نطبقها مرة تانية بالاحتياط. اقول له هون اطبق مين؟ موضوع اللي هو النت، هاي النت اس اتش. اقول له ورجيني ايش الوضع عندك، انتر. ايش قال لي هالمره يا شباب؟ طلعوا هالمره ايش قال لي؟ قال لي المود تبعي هالمره هو ايش؟ ديستريبيوتد كاش. الكلاينت صار عارف انه ديستريبيوتد، بطل ايش؟ هوستد. وقال لي انه السيرفر الستاتس رننج، وقال لي هي مانيوال، لكن هل جاب لي سيره انه في سيرفر اسمه branch.io.com هو هوستد؟ اذا الموضوع شغال عليك ايش؟ السبيوت. وكان الله بالسر علي. اسأل هسا بصير نشغل الديستريبيوتد كرول وبنخفف وان، يعني تشغل الديستريبيوتد يعني كرول، يعني خلص بفعلها على الكلاينت وعلى الدومين كنترولر. قصدك على الفايل سيرفر اللي بالرئيسي وبتفعلها كديستريبيوتد عند الكلاينت بدون ما يعني بديش لا سيرفر لا ما قلت لك انت عندك التو مود. هلا انت عندك ابو حميد، انت عندك الكلاينت بده يدخل ويأكسسوا على الفايل سيرفر هون على البابليك والاي تي والفاينانس زيهم زي غيره. هو عادي بس في كل مره حيروحوا حيروحوا عن طريق مين؟ الوان. انا اذا ما عنديش سيرفر هناك اعمله بطبق البوليسي اللي عملتها على الدومين كنترولر والفايل سيرفر هون، وبقول له انه بدي اياها ايش تكون بدون سيرفر ديستريبيوتد. اذا هيك اي كلاينت حيروح يجيب الشغله، يعني عندي ثلاثه من هدول الاثنين اي تي، فهذا دخل على فولدر الاي تي لهون وجابه. لما يجي الثاني زميله بيدخل على الاي تي او على البابليك، بدل ما يروح هو يطلع على السيرفر بياخده من مين؟ من زميله. توفر في الوان ولا ما وفرش؟
وفر وبدون ما عمل سيرفر خلص على الديستريبيوتر. فكرته رهيبة جدا. مين بيستشعر فيها؟ تعرف مين بيستشعر فيها هاي؟ هاي بيستشعر فيها كثير. كانوا يجوني من الطلاب يقولوا لي مهندس ليش الفي بي ان بطيئة؟ الفي بي ان بطيئة لأنك أنت بتشتغل عن طريق الوان، عن طريق النتورك بسرعة الإنترنت اللي أنت شابك فيها. فلما يكون عندك الفرع بده وأنت بكرة هتشتغل على الفي بي ان، لما يكون في فايلات بدك تنقلها بكرة من فرع لفرع وبتقول لي في مرات الفايل الواحد ممكن يكون 4 جيجا صح؟ إذا الموضوع إنك تعمل الكاش عندك بالفرع رهيب جدا، بدل ما يجي يستدعيه عن طريق الوان هو بيستدعيه بسرعة السويتش اللان من زميله، هو مرة واحدة يستدعى من هناك يكيف والبقية يستفيدوا منه بسرعة اللان بسرعة السويتش. لداتا كبيرة ما بنفهم الموضوع. ليه؟ حط ركب هارد ديسك على السيرفر، على السيرفر إذا بدك تعمل هوستنج وارفع قول له مش 20% قول له خذ 100% من هذا الهارد ديسك مثلا. عادي انت بتقدر تتحكم بالموضوع زي ما بدك. وان كان ديستريبيوتد يعني على الاجهزه فاصلا الفايلات راح تتوزع على كل الاجهزه، يعني مش هتتوزع على جهاز واحد، فمعناته ممكن تمشي برضه الامور. فبالعكس انت واحد حيحس اللي بيشتغل عن طريق الفي بي ان وفي داتا رايحه جاي بين الفروع فعلا بحس بقيمه هذا السيرفر، كيف راح يفرق معاه في السرعه. فهو بالعكس موضوع رهيب جدا. وضحت؟ تمام جود. هيك بنكون خلصنا موديول 2 كاملا، مع اني كنت متوقع ان ادخل على موديول 3 بس يلا نصيب ضيعنا شوية وقت بالامتحانات وما الامتحانات، بس يلا فايدة برضو يعني مش اونطة. ونقول له اسكت.